السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا انا سعيد اكون مع حضراتكم ثاني مره في النقابه. يمكن كلامنا في الموضوع المره اللي كان مختلف تماما عن الحق للاسف الى حد ما متعلق بحقل السياحه ومجال السياحه بالذات الزملاء الناشئين. النهارده ان شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن موضوع ثاني. طبعا كلنا سواء مرشدين كاثريين كهواه كباحثين في الاثار ما فيش حد يختلف ان الفن المصري القديم فن يجيد التحدث عن نفسه بلسان حاله. يعني زي ما كان حتى استاذنا صلاح الله يرحمه كان عامل مسرح يقول ايه؟ يقول لك الاذن تسمع الاذن ترى والعين تسمع. طبعا ده كناية عن الحيويه والفن في الفن المصري القديم. طبعا احنا مش هنتكلم عن الفن كفن ونفضل نعد المميزات ونعد ده مش عارف الالوان ايه والمناظر ايه. طبعا اي حد فحاليا يعني طبعا النت ما خلاش حاجه، التوصيفات ما خلاش حاجه، النهارده نفسها تقرا نفسها بنفسها. النهارده هنتكلم برضه عن جزئيه بسيطه جدا يعني بتساعدنا احنا كاثريين او باحثين في الاثار او مرشدين سياحيين ازاي نعيد القراءه للفن المصري القديم وليس الفهم. لانه الفهم يتعلق بالفن كلغه. زي ما احنا بنقول اللغه المصريه القديمه لغه تفهم ولغه زي اي لغه لها قواعدها وليها نحوياتها لازم تفهم من الاول. كذلك الفن. الفن هنا المقصود في اعاده القراءه ان انا اعيد فهم الفن المصري القديم وكيف اقراه. طبعا انا حبيت احب الصوره دي في الاول خالص. طبعا حضرتك عارفين طبعا ده المكتب الثالث الملك الفنان او فنان الحضاره المصريه القديمه. لا احب جدا اقول لا اللقب على المكتب الثالث فنان الحضاره المصريه القديمه. طبعا دي كان صوره من احد الصبية في الواحات. الصوره دي اتلقت سنه 83. كان اقرب شكل في الملامح المصريه المعاصره للملك ابو القطب الثالث. ودي بصراحه الحاجه اللي تنقصنا احنا ان الغرب والاجانب بيتميزوا على ان احنا الى هذه اللحظه مش عارفين نجرى الحضاره بتاعتنا بالعادات بتاعتنا احنا وبالتقاليد بتاعتنا احنا وبالفكر بتاعنا. على الرغم ان الاجانب بيحاولوا وما لا يجيدوا ولكن بيحاولوا اجاده قراءه الحضاره المصريه من خلال مفهومهم هم. معناه ان احنا اقدر واحفظ للعادات والتقاليد من الاجانب. لكن للاسف بتنقصنا الجزئيه دي. فدي الصوره دي اكثر حاجه شدت انتباهي لانه هو بيحاول يربط القديم بالحديث. احنا للاسف بنبص على الحضاره في شيء كحادثه تاريخيه حصلت واندثرت او انتهت واحنا بنحاول البحث عنها. لكن الاجانب ميزتهم انه بيحاول يعمق ويؤصل للحضاره ديت كانها لسه موجوده معانا في العصر. طبعا شيء طبيعي لما نتكلم عن الفن في مصر القديمه سيء او ايا ما يكون مناظر بترسم نصوص بتنقش لازم اتكلم عن حاجه اسمها المفهوم المعروف طبعا شبكه اسمها شبكه الجريد او المربعات اللي بترسم عليها المصري القديم. طبعا الشبكه الاساسيه دي كان سواء الفنان المصري القديم سواء كان مبتدئ او كان محترف كان لازم يلجا لشبكه المربعات دي. الشبكه دي طبعا على فكره لازم نعترف بشيء يعني قلما تتحدث عنه المصادر نفسها. ان المصري القديم مثلا ما كان بيحط منظر معين على بايرو او على جدار او على اي ما يكون المساحه اللي بتحط عليها شيء طبيعي بينقل من برديه. البرديه خلاص في برديه معده للجدار. كل حضراتكم كلكم عارفين البرديه بتتكلم اللي اترسم فيها السكتش بتاع مقبره رمسيس الرابع. ده من اصغر اشهر المناظر المعماريه اللي رسمها المصري القديم في عالم البرديه. فكان بالتبعيه اي منظر اي نص هيحطه على منظر او هيحطه على جدار او على بيت او اي حاجه فكان لازم ينقل من البرديه اي ما يكون حجمها 20 سم متر 2 متر فلازم بيعمل مقياس التكبير والتصغير وده الاساس في شبكه المربعات. حضرتكم لو بصوا في شبكه المربعات دي تلاقيها شبكتين في شبكه واحده اللي هي المناظر الصغيره المربعات صغيره خالص. المنظر الكبير المفروض المفترض صاحب المقبره الناحيه الثانيه هلاقي المربع الواحد بيتم الصغير ده كله. ده على حسب النسبه والتناسب اللي كان بيحطها المصري القديم. ده كان اساسيات بصفه عامه كان لازم يتبعها. طبعا في حاجه ثانيه الى حد ما ما اتكررتش لا في عند المصري القديم في المناظر الخلاقه او في الحضاره بتاعته او في المصادر اللي تناولتها. كان برضه بيستعيد عن شبكه المربعات بالخطوط الافقيه اللي بيحدد بها النسب التشريحيه للجسم البشري. زي ما حضراتكم شايفين على سبيل المثال
عليك مثلا الراس نفسها المفروض فيها خط اعلى وحد خط ادنى، الارضيه بتاعت المنظر والسكر بتاعه. شوف طبيعه الراس زي ما حضراتكم شايفين بالكتفين في فاصل لغايه الركبه مثلا، الركبه مثلا بحيث هو في الحاله بيحدد النسبه التشريحيه للشكل الراسي او المقطع الراسي للجسم البشري نفسه، على عكس ما نعمل شبكه كامله. شبكه كامله بيحدد بقى مقطع الجسم البشري الويدث بتاعه او العرض بتاع الجسم نفسه بالذات الكتفين، عشان ما يبقاش كتف كبير كتف صغير في كل الاساسيات دي. فدي من اشهر المناظر او من اشهر الحاجات المخلفه على المقبره رقم 22 عندنا في البر الغربي. الحاجه الثانيه في شبكه المربعات، في ناس كثيره بتفترض ان شبكه المربعات اللي بتحطها المصري القديم يبقى لازم خلاص بلف الاهتمام، لازم نكمل الكتفين، الدراع، الصوابع، الصدر، الخصر، الفخذين، الساقين، القدمين. لا، هنا المنظر اللي انتم شايفينه ده في مقبره 92 مختلف تماما عن الفكره دي كلها. بدا الراس، الدراع، طبعا دي كانت طقسه معينه كانت بتقعد طقسه دينيه. شوف حضرتك من القدم فين؟ الحركه الرياضيه برضه. الباب كله بالكامل فراغ، ما كملش. يعني حتى الجريد نفسها اللي عملها الى حد ما احنا الى حد ما الجزء ده كان يعني موجود ولكن اتمسح، عشان كده احنا رسمناه اترسم بشكل بالشرط دي. فالجريد نفسها ما كملتش، ومع ذلك المنظر نفسه ما كملهوش، ولكن حافظ، وده طبعا بيرجع لنوع الحرفيه نفسها عند المتدرب عند الفنان نفسه اللي كان بيعمل الحاجات دي. وصل بيه الحرفيه انه يحدد اماكن معينه او ابعد نقاط في الجسم البشري على حسب الجلد الموجود عنده، وبعد كده المفترض كان يكمل باقي الاجزاء، لان معروف بعد كده خطوطها تبقى كلها خطوط خطوط كامله مفيش اي فواصل فيها، الخصر والسن والساقين على طول، انما كان النسبه والتناسب بيبنيها برضه على اساس سليم برضه عن طريق الجلد ديت. برضه من المناظر الظريفه جدا لو حضراتكم هتلاحظوها، بالرغم ان في جريد انا جبت المنظر ده واللي قبله عشان نشوف الاختلاف. في حرفيه شديده جدا جدا وفي توهان شديد جدا جدا عند الفنان. بالرغم انه عمل جريد كامل وبدا يحط الاطر العامه بالرسوب يحطها في المنظر، اماكنها فين؟ والمنظر عباره عن ايه؟ صاحب المقبره وفي طيور ومفترض في عمليه صيد ومفترض في حد ورا منه وحد تحت منه، الا انه السيده اللي ورا منه لو هتلاحظوا حضراتكم النسبة والتناسب بتاع النسبة التشريحية بتاع الجسم البشري بتاعها مش متناسقة تماما لسبب بسيط. لو عملنا نسبة التناسب بين الرأس لغاية الخصر هنلاقيها تكاد تكون يا دوب نص من الخصر لغاية الساقين تحت. شوف الفخذين فين؟ أقل بكتير جدا. أقل بكتير جدا جدا. على الرغم من في جريد كاملة وشبكة مربعات سليمة 100%. إلى أنه في الحالة دي ما حافظش على سلامة النسب التشريحية، يعني كلنا حضراتكم عارفين الخط بتاع الفخذ نفسه الأمامي المفروض يعني شوف بدء من فين خالص إلى حد ما تحت الكوع. يعني هل الجسم ده كله لغاية هنا متناسق مع كده الجسم ده؟ طبعا لا. طبعا احنا مش هنفترض ده خطأ، لأنه قد يكون ده شيء متعلق بحركة الرجل بتاعت صاحب المقبرة بالشكل ده والضخامة بتاعتها إلى حد ما، قد يكون والله أعلم. افتراض انه في الحاله دي هيكون في تداخل او هيكون في اجزاء هتختفي او اجزاء تتاثر بالرسمه نفسها مش عارف، انما ده كله كمثال على انه اذا كان احسن الحرفيه في حاجه معينه ففي نفس الشيء برضه لم يجربه الحظ في الصواب. نفس الكلام لو انتقلنا من السكتشات والمقابر ورحنا على جدار المعابد، ده طبعا الجدار في معبد خنصر في القمه. طبعا هنا المفترض ده طبعا زي ما حضرتك السطح نفسه معد تماما لعمليه النقش سواء فيها مناظر او فيها نصوص، انما ما اشتغلش برضه على شبكه جريد شبكه مربعات، بدا ينحت على حسب الاسطمبه الموجوده معاه في البرديه او في اي ما يكون او في نصوص معده قبل كده، لا بغض النظر القطع الجلديه ماشي قد يكون على حسب ما يكون، انما لا عايز اقول هنا حضراتكم لو لاحظنا هنا في الارقام ده شكل غريب جدا، ده مش مكرر. هنا المفترض اللقب بتاع النيسوبيتي، البوصه هنا والنحله هنا، النيسوبيتي ده التوين صح كده؟ هنا قسم الاطار العلوي للخرطوش نفسه وحط فيه رعد تمام؟ وساب وكمل حط هنا رعد ثاني ورعد ثاني، المفترض احط ايه هنا؟ اللقب بتاع سارع، بس طبعا هنا عشان المساحه مش هتستحمل مش هتكفي انه نحط البطه
الدق يعني هو فالمفروض طبعا البطن كان ايه البيضه السوحي نفسها فالمفروض بإسارة يبخعوا يكمل اسم الملك ومع ذلك النصر افقي على كل جدار معبد قدس بالكامل كامل بشكل حضراتكم شايفينه ولف الجدران كلها ما عدا الكيس ده كله طبعا الجدار كله ما كملش انما معنى انه يبدا البدايات دي يعني هو على الاقل خلص لقب لسوفيت المفروض يبداوا من البوصه ثم النحله ثم كذا ثم كذا لكن بدا بدايات معينه هو ادرى بها طبعا احنا مش هنقدر نحكم عليها وبرضه ما كملش يعني في ناس كتير كانت بتنفضل ويقول لك لا ده الاسم هنا اتشال او اتمسح لا اسم اتشالش وما اتمسحش النقش هنا الى حد ما غالب الارضيه نفسها بتاعت النقش لو كانت لعب فيها كان الارضيه نفسها هتبقى ايه؟ فيها كيرف كده لجوه الجبان كده اتلعب فيها بعد كده هو ولكن برضه ده اللي يعل عند الفنان نفسه بدا النقش ده او كان هيعدل فيه او ما كملهوش او كمل وسابه وبدا النص الثاني طبعا ده النص ده كامل من اول عند فوق تنقع على طول لاخر ايه؟ لاخر النص ده طبعا ده كان كتف مدخل بتاع المقصوره رقم ثلاثه تمام ده بصفه عامه اساس بتاع الفن لما كان سواء التزم بجريد ما التزمش بجريد اللي يهمني في المحاضره دي عايزين نتطرق لجزئيه بسيطه جدا وانا تعمدت اقولها في المحاضره دي جزء خاص بالفن باستخدام الكنايه حاجه احنا بنقولها ريباس ارت ريباس ارت ده جزء مهم جدا جدا من الفن عند مصر القديم والبدايه بتاعته بدات من ايام عصر العمارنه اخناتون ثم اول واحد تعمق فيها كان عمرو الثاني هنبدا نتكلم يعني ايه ريباس ارت ويعني ايه فن الكنايه عند مصر القديم من اول النقش نفسه من اول النقش نفسه مرورا بالنحت في التماثيل بكل انواعها على سبيل المثال يعني مكتوب الثالث لما نقش اسمه نب ما اقرع ده الاسم المعتاد او مكتوب الثالث لما بدا يستخدم الريبس الكنايه في الفن بتاعه فغير المفترض نب استبدلها بالمخصص الجالس الصلة الملكي بالذات ثم ماع بالريشه ثم راع نب ماع راع كلنا عارفين احيانا في اي نص بريفي العلامه ديت او المخصص بتاع الراجل ده في حد ذاته بيبقى لورد بيقول عليه نب عادي هو استبدل الباسكت بالنب اللي هو مين؟ المفترض ده الملك نفسه او الملك نفسه يعني الملك عبر عن نفسه بالمخصص بتاع الملك نفسه بالصلة الملكي نفسه بالذات المستعاره مع الريشه بتاعت مع نب مع راع ده بدايه ظهور فن الكنايه في النصوص نفسها بعد كده تطور بشكل مختلف تماما وادى الى انتاج غزير جدا جدا في الحضاره المصريه نفس الكلام هنا برضو نب مع راع هنا المفترض ده السولار بارك بتاع الاله راع والمفترض هنا انه بيكون الاله راع نفسه صح كده هنا برضو الكتب الثالث عمل فن الكنايه بتاعه استبدل علامه النب بالمخصص بتاع الملك وفي نفس اللحظه حط الاسم بتاعه جوه الصن ديسك نفسه يعني الراجل بيكنع نفسه من انا الاله راع بنفسه او انا البديل او انا المتحد مع الاله راع في السولار بارك بتاعه. بعد كده جاء عامل اخروف طبعا ده معصر الدور الثالث بدا يطور في الفكره لا احنا مش هنستبدل مش هنبدا الفن جامد عند الدرش ونقول الفن الكنايه الريبس لا بدا يعدي بالفكره وراح مطلع تمثال ويعتبر اول تمثال في الدوله الحديثه بيتكلم عن الريباس ستاتو تمثال الكنيه او تمثال الكنايه، التمثال ده في متحف برلين للاسف اتدمر في الحرب العالميه الثانيه لما اتضرب متحف برلين حاليا اعيد تجميعه من جديد لذلك حتى ما فيش يعتبر صوره ليه كامله حاليا. فاحنا اكتفينا بالرسم بتاعه. ده المفترض ده تمثال بحروف يحمل تمثال ليه بابوم وشخص ادمي جالس والاثنين ده هنا في الصن ديسك وهنا في القمر بالقمر نفسه. طبعا موجود في ستاند كامل بالنص نفسه. وهنا لو تلاحظوا في علامه مير ده حجريه للمجرى بتاع المجرى بتاع الميه. لو ركزنا شويه ده طبعا الجزء لو جبت لك بص حضراتكم ده الجزء ده اللي احنا طبعناه وركزنا عليه شويه. هنلاحظ ايه؟ المفترض التمثال بتاع كرويف ماسك التمثال نفسه اللي قدامنا ده نفس القصه شخص ادمي باللحيه بعلامه الماعز في وسط الشمس فوق هنا بابون وهنا علامه البرج المر لو احنا جرينا التمثال ده كقراءه لغويه باللغه المصريه القديمه هنقول ايه؟ نب ماعز راع
مرين تمام؟ ده برضو مين؟ هو الكتب التالي يعني فاروق اف اخذ الفكره من الملك بتاعه الكتب التالي اللي هو بدا يعدل في الاسماء والشكل اللي بيلعب فيه بنظام الكنايه في الاسم نفسه وبدا يحط الف تمثال ده كان اول تمثال كنايه يعتبر يظهر في فتره الاسره ال 18 الملك ند ماعد راع مرين حد تمام؟ بعد كده جاء رمسيس الثاني في تماثيل الكنايه برضه وده من اشهر تماثيل الكنايه اللي موجوده حاليا طبعا احنا كل التمثال بتاع فاروق للاسف اتضمن في الحرب العالميه الثانيه ما فيش ليه يعني حتى الاجزاء بتاعته في المتحف البرلين حاليا مخزنينها. التمثال ده موجود في حديقه المتحف المصري ده برضه رمسيس الثاني من طرف ده رمسيس الثاني في شكل طفل. طبعا على فكره ده فين؟ التمثال بتاع رمسيس موجود جوه فين؟ في المتحف اللي هو حورس ورا منه وحط صباعه فوق ده مختلف ده هنا مختلف ده في الاله ابو قاعد جنب منه وهنا موجود في شكل طفل وفي صن ديسك وهنا دي علامه الحكام تمام؟ رمسيس الثاني لا ما اكتفاش بفكره الكنايه في التماثيل بتاعته زي ما مكتوب التالي وزي فوقف وقال لك لا ده الملك هو نفس الاسم بتاعه اميري فلان لا ده رمسيس الثاني عدل في الفكره ودور فيها بشكل اكبر ده رمسيس الثاني هنا حاول يجلد الاله رع نفسه ليه بقى؟ رمسيس الثاني في التماثيل بتاعته بتاع بابا الدكسور معظمها وحتى في ابو سمبل في تراب سلام من الراجل الخاص ابو سمبل معظم تماثيل رمسيس الثاني ليها اسماء على الكتف معظم التماثيل ملك رمسيس الثاني على الكتف في اسم الخرطوش نفسه ثم لقب ده اولا اسم للتمثال ثانيا دلاله على تأليه الملك في الفتره دي تمام لو حضراتكم واخدين بالكم في معبد لوكسور في الصرح الثاني التمثال بتوع رمسيس الثاني التمثال على مين ده الكامل ده لو بصيت على كتفه هلاقي ايه؟ راع انحكاو بص الشمس وثلاث علامات حكاو وتحت علامه الهند ده نفس القصه هنا لو احنا مسكنا نفس الكلام قلنا ادي راع وادي الهند وادي الحكاو راع ان الحكاو ده مفترض انه رمسيس الثاني لكن هنا الراجل كان نفسه بالنيابه عن الاله راع وهنا حتى اتاكد المعلومه نفس القصه حتى هنا رمسيس الثاني لما حط الكلام كاتب هنا راع ان حكاو لو شفت الثلاث علامات حكاو اللي واضح حضرتك في الصوره نفس الكلام هنا واضح وفي نفس اللحظه ده مش كده وبس ده انا بعد ما ده طفل صغير بالضفيره بتاعته نازله على كتفه وده جالك ممكن يقرا تاني تمثال اقول عليه راع مس الطفل برضه ينطق مس راع مس او راع مسس وادي علامه مر تحت اهي مري او راع مسس مري او اسم رمسيس الثاني يبقى الراجل عمل كنايه مرتين كان نفسه بالنيابه عن اله راع في راع من حكاو وفي نفس اللحظه ما نسيش نفسه ده برضه اسم نفس الكلام هيقرا من خلال التمثال ولذلك ده من اشهر تماثيل الكنايه او الكنيه الموجوده في الحضاره المصريه في الفتره الحاليه او المحفوظ الى حد ما بحاله ايه؟ جيده. ده بالنسبه فيما يخص النحت والتماثيل. لو اتكلمنا بصفه عامه برضه عن التماثيل واللي احنا هنستنبطه منها في الفنون حضراتكم عارفين اي تمثال ملكي ليه عناصر اساسيه. التماثيل الملكيه ليها عناصر اساسيه ولذلك انا بفرق بقول ليه بقول التمثال ده ملكي والتمثال ده مش ملكي بسبب بسيط. التماثيل الملكيه ليها يونيفورم معين ليها رجاله معينه يلبسها التمثال متمثل سواء في النمس في اي تاج من التجان الملكيه في المآزر نفسها اللي كان بيلبسها مين؟ الملك نفسه. على سبيل المثال ده التمثال ده مثلا حتشبسوط وانا جبت المحصول عشان خاطر تطلع سلام النهارده الصبح لما قلت له النهارده مش محاضره هشوف مثلا حتشبسوط مثلا النمس ما فيش خلاف النمس ملكيه زي الشنديد تمام؟ النمس معروفه باي تمثال ملكي لازم يبقى ليها ديل من ورا انها ديل نازله لغايه المستوى الكتفين نفسهم. ومعروف ان التماثيل الملكيه في سمه اساسيه موجوده في التمثال زي ما التمثال ليه رجاليه معينه وشعارات معينه لازم في عناصر معماريه جوه التمثال نفسه عنصر معماري بيستخدم اللي هو الدعامه الخلفيه. اقول الضرب موجود عليها ده في الاساس بيستخدم للتدعيم عشان تنطبق القصص بتاع التمثالين ويكون اقصر عرضه للكسر. فالمصري القديم كان بيلجا للقصرين. القصه اللي بتاعت عمود الظهر اللي ورا ده كان في منه انواع كثيره جدا جدا تمام وفي نفس اللحظه كانت
كل عنصر من عصر الدعم الخلفي او المسطره دي او العمود الثاني ده ايا ما يكون المسمى لازم لازم الفنان كان بيلتزم بحسب الزي اللي بيلبسه التمثال. بمعنى ايه؟ مثلا انا لو كنت النمس زي ما احنا عملنا المعادله دي النمس ومظهر الشنديد ده لازم يديني الدعامه في الاخر تبقى بالشكل ده. هو ليه؟ لما يقدرش يعلى فوق كان في دي النمس موجود ودي بنزل بره ودي بنزل بره ما يقدرش تيجي دي على دي. تمام؟ زائد لو طلعت فوق في المستوى ده هتشوه كتف التمثال نفسه. فلازم يبقى ليها حد معين باللبس المعين اللي حضراتكم شايفينه ده كله. لذلك لو احنا قسمنا الحاجات اللي على العنصر المعماري ده والعنصر الفني وهقول ليه الحاجات دي بالتحديد بتوصلنا احنا كاثريين في الموقع وفي الدراسه لنتائج مهمه جدا. يعني انا لو تخيلت نفسي ببص على التمثال من فوق كده تحت مني احنا بقول لك الصوره اهي. التمثال لو تخيلت نفسي ببص عليه كده من فوق على المسطره مثلا هشوف ده طبعا ده الكتف بتاع التمثال ده الكتف ده المفروض المسطره بتاعته وده الجزء اللي بيبقى ملتحم مع الظهر نفسه. طبعا ده الجزء عليه ايه؟ النص اللي بيجري على ظهر التمثال من فوق لتحت. تمام؟ الجزء اللي انا قلته اهميته في اللي انا بقوله دلوقتي. على سبيل المثال ده جزء التمثال لما تحطمس الثالث. تمام؟ الجزء ده الكل اللي عندي المئزر اللي هو الافرون احنا بنقول الوجه المثلثه الافرون ده هو بتاع العباده وضع التعبد ايفيكيشن. وعلى ظهر التمثال ده الوش ده الظهر، ظهر التمثال بس موجود. لو انا خدت نفس القاعده بتاعت نظام شبكه المربعات للنص نفسه اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول وخدت القاعده بتاعت الزي المعين بيلبسه التمثال نفسه هوصل للنتيجه دي. هكمل التمثال يطلع معايا بالشكل ده، الجزء ده لما اترسم اكسمي له بالشكل ده اهو. مع شبكه المربعات نفسها هعمل نسبه وتناسب التشريحيه للجسم والحجم العلامات نفسها. يعني ايه مثلا؟ ما يجيش مثلا بكلمه نتر نفر ارتفاعها مثلا على القطيع مثلا 5 سم واجي اكملها اخليها 10 سم هنا الضعف، لا. لان انا المفروض عندي بقيس اقصى ارتفاع للعلامه واقصى عرض للعلامه. اللي بيقدر اكمل باقي شبكه المربعات بتاعتي بحيث اقدر الى حد ما اخمن ايه بقيه النص الموجود. تمام؟ فهنا اداني بالشكل ده، كملت اداني الدعامه هتكون بشكل نهايتها مربعه فوق، وطالما نهايتها مربعه يبقى لازم تكون مع التمثال الراس بتاعته بتلبس ايه؟ النمس. النمس بالشكل ده هو. تمام؟ طبعا دي كنتيجه، النتيجه دي ما اقدرش اعتمدها الا لما اجيب ايه؟ حالات مناظره لتحتمس الثالث في نفس الفتره ديت، وده اللي حصل. تمام؟ نيجي للنص. النص الموجود اهو اللي هو ده. تمام؟ لما تكمل شبكه مربعه على اقصى ارتفاع العلامه واقصى عرض العلامه وتجيب صوت مناظره يبقى انا بدات نيوسوبيتي معروف اي ملك ليه اسم تتويج واسم ميلاد. طالما بدا بالنيوسوبيتي وما جاليش نبته تحت منها يبقى اذا ما خدتوش بقى انا اجي صارع ما يجيليش معاها ايه؟ نبخاو صح كده؟ يبقى اذا بدا نيوسوبيتي ثم من خبره ثم صارع ثم تحط مس على طول ثم بعد الصيغه البدائيه او الصيغه المعروفه اللي احنا بنقول عليها ايه؟ بقول لك هي عارف ميراع جد او بقول لك ميري فلان مثلا اللي هقول عليها الديفاين لاف صيغه الحب الالهي. وبالمناسبه الصيغه دي كان اول ظهور ليها الديفاين لاف ديت كان من عصر الملك نيكوس الرابع الاسره الخامسه. كان اول ظهور ليها كلمه الملك بيقول لها ايه؟ ميري امون او ميري او ميري راع او ميري اي معبود تاني. اول ظهور كان ليها في عصر نيكوس الرابع الاسره الخامسه وكان على باص من الباستر من عصر الملك نيكوس الرابع. ده احنا اتكلمنا عليه طبعا بالنسبه للمسطره اللي بشكل مربع، احنا اتكلمنا عن القمه المدببه زي ما حضراتكم عارفين عندنا اشهر مثال معبد الاقصر، تمثال عندنا كبير ده داخل صح ولا لا؟ مثال كامله في ظهر التمثال. صح كده؟ مثال بكل ما تعني من كلمه بالنسب بتاعتها بالحجم بتاعها بالقمه المدببه بالنصوص بالمناظر اللي فوق على اعلى قمه المثال. هنا برضو لو احنا عملنا نسبه وتناسب وعايز اكمل نص عايز ادرك نص لو التمثال طلع معايا اكمله او ما اكملوش نفس الكلام برضه. انا لو جيت عند القمه المدببه او القمه المسلمه بالشكل ده شيء طبيعي لازم احنا قلنا القمه مربعه تبقى مع مين؟ مع اللمس بس، انما المسلمه لازم تكون مع التاج المزدوج. والتاج المزدوج معروف اكتر معظم الحالات لازم يكون التاج المزدوج تحت منه اللمس. تمام؟ ليه بقى بتكون مع المسلمه؟ لان التاج المزدوج القمه بتاعته قمه مفروضيه. واحنا اتفقنا العمود السند ده كله الهدف بتاعه في الاساس هدف التدعيم. ضد الكسر. فبالتالي
لو احنا عملنا نسبه والتناسب على على مسافات متساويه، هلاقي نقطه التقاء التاج الابيض بالتاج الاحمر نفسه في الخط ده لازم يكون فيها الصقر اللي هو حول ده اسمه فورس. لو عملنا نفس الفاصل عند التقاء التاج نفسه ومزدوج بالنمس هلاقي نهايه السيرك نفسها، ودي حكايتها حكايه استلف في حد ذاته حكايته حكايه، واشوفها هنشوف لسه في باقي المحاضره الشرائح اللي جايه. لو عملت برضه خط عند الكتفين هلاقي بدايه الصيغ الحربيه اللي كان بينتهي على رمسيس الثاني في كل التماثيل بتاعته. وبالمناسبه اكثر ملك استخدم دعامه مدببه او بشكل مثالي كان هو رمسيس الثاني. وليه ربطها بالقصه ديت؟ احنا ليه بنقول الصيغه الحربيه؟ لانه كان رمسيس الثاني بعد ما بيقول الاسم الكوري بتاع وجهه بيقول ايه؟ نبتي وعفو خاسون مش عارف ايه ميكي كيمت محكم بلاد مخترع بلاد اجنبيه وحامي مصر، وتبدا كلمه وعفو ديت الظهور من اول عام بيسوى كلمتين. يبقى انا معروف المكان ده سواء انا عملت شبكه مربعات على حسب حجم التمثال نفسه، لان مش معقول اعمل شبكه مربعات لتمثال قد كده زي تمثال كده مش ممكن، لان حجم العلامه النصر على التمثال قد كده هيكون العلامه صغيره غير التمثال الكبير. فبالتالي بعمل نفس القصه هتيجي نفس الاسطمبه بالظبط كان متجه مين؟ رمسيس الثاني. يمكن الحته دي الى حد ما تفصيليه شويه بس انا حبيت اوريها لحضراتكم ليه؟ القصه دي بتيجي. نفس القصه التماثيل الجاهزه اللي معروف ان الكرسي بالشكل ده التمثال بيكون قاعد في المكان ده، ده الظهر اللي بره عليه ايه النص بتاع التمثال. ايا ما يكون ده الشكل برضه بتاع الدعامه اللي بتكون في ظهر التمثال نفسه مع الكرسي نفسه. وعلى فكره كان في رساله اتعملت عن المقاعد دي نفسها. يعني الكرسي ده في حد ذاته اتعمل عنده اعتقد ماجستير دكتورة يمكن دكتورة سعدي. فالحاجات الفنيه دي احنا من خلالها بنقدر نحدد التماثيل المعاد استخدامها. وعلى فكره قصه تمثال مغتصب مش صحيحه، وقصه تمثال معاد استخدامه برضه مش صحيحه لسبب بسيط جدا. اما قلت تمثال معاد استخدامه اعيد استخدام، يعني اعدت التمثال اخذته واعدت الاستخدام في وظيفه ثانيه مختلفه عن وظيفته كتمثال. ممكن اخذ التمثال احطه كفاونديشن تحت معبد تحت جدار بحطه حشوه في بينهم صح كده؟ ده معنى كلمه اعاد استخدام، يعني اعدت الوظيفه بتاعته توظيفه من جديد. لما قلت تمثال مغتصب كلمه لا تليق بالمصطلح نفسه، انما اللفظ العلمي الحديث في القصه ديت حتى الانجليزي بيقول ايه؟ appropriated وعيد تأهيله. تمثال نفسه بحد ذاته، ما بقولش انا ظهر رمسيس الثاني اغتصب تمثال لا، او اعاد استخدام تمثال رمسيس الثاني، لان معنى اقول اعاد استخدام انا ممكن اجي التمثال نفسه واكسر حته منه واستخدمها لاي غرض ثاني، انا كده اعاد استخدام ولا لا؟ اعاد استخدام. لكن انا في الحاله دي بقول اعيد التأهيل بتاع التمثال نفسه بمناسب مين؟ الملك الجديد في الفاظه في عادة النحت بتاعت ملاك نوش من اول وجديد. تمام؟ طبعا النوع الثاني برضه الاعمده السامده بتبدا بايه؟ بالقمه نص مستديره، وبرضه في معبد مصر برضه مثال شهير جدا هو مثال على شمالنا احنا داخلين في الصف الاول. مش عايز اقول الحاجات دي عشان برضه لحد ما، طبعا لو احنا عملنا الحاجات دي في صيغه معادلات رياضيه او معادلات بسيطه قوي، معرض التاج المزدوج مع اللبس اللي احنا اتكلمنا هو ده الشيء الجديد، هديني شيء طبيعي نص العمليه الطبيعيه وهديني الدعامه القمه مدببه. الحاجات دي انا بعتمد فيها في الحفاير عندي لما بطلع اي اجزاء من تماثيل. مجرد ما طلعت الجزء سواء في الخصر، الكتفين، الراس، ان شاء الله حتى لو رجلين تحت من خلال النص بعرف، لو النص كتابين او اثنين كتابين خلاص عرفت نص المعادله. ببدا اكمل على حسب ما استجد عندي من حفاير. تمام؟ التمثال على فكره من اشهر التماثيل اللي رمسيس الثاني حاليا نجل حاليا موجود في متحف الاقصر نجل، يمكن انا ما كنتش عارف من السيل زمان كانت صورته في المتحف المصري. من اشهر القطع والتمثال ده برضه ليه حكايه هنتكلم عنها دلوقتي. طبعا انا جبت مثال بكمل بقول النص ازاي والتاج ازاي هتدي كل النتائج بالتالي. التمثال ده احنا لقيناه على فكره من سنه لسه ما اتنشرش. ده محطوب الثالث وحورس بن ايزيس في معبد محطوب الثالث في بر الارض. التمثال ده الى حد ما فريد جدا. حضراتكم كلكم عارفين الملامح الاساسيه بتاعت وش رمسيس محطوب الثالث. تمام؟ لما بص في التمثال هنا مش هو محطوط الثالث خالص، ده محطوط الثالث البسمه بتغطي وجهه بالكامل والوجهتين الممتلئتين والعيون النضره، مش ممكن يكون محطوط الثالث ابدا. تمام؟ ولكن لو لاحظت في التمثال هو محطوط الثالث لسبب بسيط
في ميزه يا اخوانا في فن والكتب الثالث في التماثيل بالتحديد، مش مكرر في اي تمثال ثاني، ودي السر اللي بيخليني اقدر احدد التمثال يخص ابو الكتب الثالث ولا يخص اي ملك ثاني. ليه؟ التمثيل الثالث معظم التماثيل اللي اعاد استخدامها او اللي اعاد تاهيلها كان بيلعب في الوش. ليه؟ ناحيه الحدود الخارجيه بتاعت الشفتين تحديدهم والبدنتين دول هم احيانا بيلعب فيهم شويه، بيلعب احيانا في عظمه الحاجب نفسها اللي بتحدد الجبهه، بيلعب فيهم خلاص ضيع اي ملامح لاي ملك كامل خلاص زي رمسيس الثاني. انما الكتب الثالث الميزه اللي عنده السر لو بصينا في الكوبرا بتاعته اللي فوق هلاقيها الطرف اللي على الشمال الطرف اللي هو نازل تحت والطرف الثاني طالع فوق، يعني واخده من كده صح؟ الميزه دي ما اتكررتش في اي ملك من ملوك الدوله الحديثه نهائيا ولا قبل ولا بعد. الوحيد اللي كان بيعملها هو القطب الثاني. ولذلك التماثيل بتاعته لعبوا في الوش، غير ملامح، ما غيرش ملامح، غير النص، كشر، عدل، مش عارف عمل ايه، انما دي ما كانش حد بيجرب منها ابدا لسبب بسيط. لان الكوبرا هنا بنزل بره، لو انت لعبت فيها غيرت النسبه والتناسب ما بين الحجم بتاع الكوبرا والجبهه بتاعت التمثال. انا لو كشطت فيها هنا يعني بنزل، كشطت هنا الجزء بيصغر، ما اجيبش بقى احط عليها حاجه ثانيه عشان اكبرها الناحيه الثانيه مش هتكبر معايا. فكانت بالتالي بتتساب. ودي السمه اللي تم احتفاظها من عصر الرومان الثاني، ان الكوبرا لا يمكن تلاقيها الا بالشكل ده. حصلت حاله واحده بس لما الكتب الثالث انه عدل الاتجاه، بدل ما هو كده راح مخليها العكس كده. التمثال ده في المتحف المصري وهيدلس الراس بتاعته في المتروبوليتان حاليا. واكتشفت حديثا برضه في يعني كانت موجوده في المخازن هناك، ولما بداوا ينشروا القطع اللي عندهم في المتروبوليتان في المخازن ولو قروا التماثيل فاكتشفوا ان راس التمثال دي تركب على التمثال عندنا في المتحف المصري. تمام؟ نيجي بقى لحته مهمه جدا اللي احنا عايزين نرجع لسوق المحاضره بتاعتنا اللي هي قراءه الفن نفسه. تمام؟ الاحظ ان وش الملك لغه حجر الجرانيت يا اخوانا في عرج مسمار. شايفينه كده على وش الملك نفسه؟ واضح. نفس القصه على مين؟ حرس الدينيسيس. نسيب حرس الدينيسيس ده بتروح على مين؟ على الحكم الثاني. مقصوده يعني. بالظبط. دي مقصوده. وهنقول مقصوده ليه؟ لو احنا بصينا في شفايف الحكم الثاني زي القوس المقلوب. كشره. مكشره كده. صح؟ لو بصينا على الحواجب بتاع الحكم الثاني في العيون بتاعته انتهى التوهان. خالص. لو بصينا على وش زي ما بقول لك سكيني فيس يعني وشه مجلد خالص، ده خلاص يعني ايه ده؟ يعني لما الحدب الثالث وشه يتصور زي مثلث مقلوب بالشكل ده مش ممكن. الطريف في الموضوع ايه؟ كلنا عارفين ان الحدب الثالث قبل ما ماته عانى امرين، مرض مرض شديد جدا جدا، وده يمكن زميلنا الدكتور هيثم برضه كان ليه تفسير للقصه دي. خربت الدنيا بعد ما عيني هو كان الراجل يعني قصه تماثيل سحمت اللي كانت في معبد ابو الحدود الثالث في بره الرقم منه، وكان عددها حوالي 365 تمثال، وكان المفروض بتستخدم للاستشفاء يعني ابو الحدود الثالث نفسه. ده بيفسر لنا انه فعلا الراجل التمثال ده نحت في اواخر الفتره، مش اخر عصره بس، ده في نهايه حياته خلاص لما المرض اشتد بيه واصبح بشكل حارج خلاص نو واي هيموت. فبالتالي التمثال هنا بيعكس مدى الالم من المرض اللي لاحظه ابو الحكم الثالث نفسه، اللي يعني مش معقول ابو الحكم الثالث الحالمه المبتسمه اللي حضرتك كلها، انا مش عايز احكي في ملف عن الحكم الثالث كثيره، مش هو ده خالص. واللي بياكد ان التمثال ده مقصود الخط ده هو نفسه علامه اللون الاسود ده علامه الاكتئاب او الحزن او بدايه الافول نفسه لنجم الملك. التمثال المناظر اللي هنشوفه دلوقتي اهو ده مين ده؟ ده رمسيس الثاني اللي احنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي. التمثال ده العكس تماما، هنا ده جرانيت وده جرانيت، هنا العرج الشاحب او العرج المسمار في الحجر نفسه، هنا العرج المحمر، هنا وهنا. شفنا العرج عامل ازاي؟ طبعا التمثال ده لما اتدرس واتنشر اجمعت معظم اراء علماء الاثار وبالذات متخصصين في الفن انه هنا رمسيس الثاني الشكل ده كان متعمد لسببين. السبب الاول يدل على إشراقة الملك في الصراع. السبب الثاني برضه قريب الشبه يعني نفس السبب الى حد ما، قال ربما يدل على شروق، يعني الملك عايز يقول لنا انه شروق اله رع في وجه رمسيس الثاني
وجه الملك نفسه اللي بيها انعكس فيه اللون الاحمر بالشكل ده. انا كان اللي انا كل يوم الصبح لما يطلع من الشغل لا بيشوفني انا الاول، ابص علي انا الاول، او بتجلى عندي انا الاول. في كلا الحالتين سواء الملك اللون الاحمر بيروح باشراق الملك او نضاره الملك او حيويه الملك او انعكاس الاله راع على وجه الملك في شروقه، ايا ما يكون دي كانت ميزه او ما صح كان عايز يورينا انا الملك. انا يعني زي ما بقول لك في عز عنفواني، في عز قوتي، في عز شبابي، في عز المجد بتاعي، على عكس الامور مختلفه تماما. امور مختلفه تماما. وهنشوف دلوقتي كل التماثيل، كل التماثيل اللي اتدرست في الكتب الثالث طلعت النماذج دي للعلوم بتاعت الكتب الثالث. مفيش غير دول بس. لكل النماذج اللي طلعتها الدراسات لكل التماثيل الكتب الثالث. لما الاحظ الحاجب والعين في كل الامثله دي مختلفه تماما. الحاجب هنا عباره عن عضمايه، العضمايه نفسها. البروز لو حضرتك بصوره شايفين البروز نفسها تمام؟ وفي نفس اللحظه قرب بدايه الحاجبين هنا مع بعض، تحس الحاجبين خلاص لا خلاص لازموا ببعضهم زي ما بنقول اهو، وده مش معتاد عند مين؟ من الكتب الثالث. فبالتالي احنا بصدد قراءه جديده لفن من الكتب الثالث ادتنا نتيجه جديده خالص مختلفه عن كون الدراسات السابقه. نيجي لحته مهمه جدا. دي كل الدراسات السابقه اللي اتعملت على الفن بتاع تماثيل او الكتب الثالث. تعالى نشوف هنا هل الفقر الشفايف في الفم ده كده زي القوس المكتوب زي اي واحده من دولت؟ طبعا لا. يبقى احنا بصدد قراءه جديده لمين؟ لفن او الكتب التاليه. طبعا التمثال ده بحد ذاته يعني اتصور انه الى حد ما هيغير او هيضيف شيء لكل الدراسات اللي اتعملت لمين؟ اللي هي الكتب التاليه. بصفة عامة، بصفة خاصة، وفي الفن بصفة عامة لقصة الحكاية اللون اللي هو المسمار ده، يبقى إذا كل حاجة مقصودة، مفيش حاجة عفوية. تمام؟ معنى كده إن هو كان لجأ للمدرسة الواقعية برضه. ممكن، وقد يكون ده مقصود ده. قد يكون مش قصة واقعية، قد يكون التمثال صور نفسه بالتمثال مع حورس ابن يزيس، لأن حورس ابن يزيس وصل في مرحلة من المراحل كان أدواره إنه برضه خد دور الاستشفاء. وتصور مع مين؟ مع الملك. ممكن الملك صور نفسه بالمعاناه دي كلها يعني بحيث ان التمثال ده اتلقى فين على فكره؟ التمثال ده اتلقى في السولار كورت بتاع معبد الكتب الثالث. السولار كورت ده كل 2 3 متر كنت بتطلع تمثال مزدوج يعني الكتب الثالث واحد الالهه مختلفه. والتماثيل كانت تحفه الكتب الثالث معنى التمثال ده. المختلف تماما. هل الكتب الثالث قصد من كده انه عايز يظهر نفسه قدام مجموع الالهه اللي موجوده في سوره الكور مثلا ده اللي راع ان انا بعاني ان انا محتاج للشفاء. هل قصد المأرب ده او قصد الهدف ده يوصل الرساله دي؟ ولا كان يقصد الواقعيه؟ انا اشك انه واقعيه. طب هو لما مش واقعيه لمسه ليه نفسه كده بعد ما؟ طب استنى بس ده احنا الكلام ده فيما يخص الفن بصفه عامه الجريد والكلام فيما يخص عمليه النحت. تعالوا نشوف عملية ازاي نقرا الفن من جديد من خلال الديسكربشن نفسها. تمام؟ ده لقب دارج معروف في كل الناس الصناعة، لقب بتاع الصناعة. طيب ازاي انا لقب زي ده اقدر اعيد قراءة التاريخ من خلال الفن في اللقب ده. تمام؟ مفيش لا يكاد يخلو اسم ملك الا ما يحط اللقب ده عنده. مفيش تمثال، لوحه، نص، في اسم خرطوش الملك لما لازم اجي صرع. هلاقي حاجه بسيطه جدا في صرع قرص الشمس البطن. البطن العناصر الاساسيه الراس، البطن بتاعها، الرجلين والديل. بصوا كده بقى اللي يحصل دلوقتي. ادي البطه الثانيه. شفتوا كده دلوقتي ايه؟ دي ريشه ثالثه. هنا موجود في ريشتين. هنا في ثلاثه. الفرق بين دي ودي ايه؟ ده فرق تاريخي رهيب. بمعنى الدارج عصر الدولة القديمة، عصر الانتقال الأول، دولة وسطى، الدارج المعروف المشاع هو اللقب ده، البطة العادية جدا. ستين حتشبسوت في الدير البحري بدأت تعمل ستايل جديد في اللقب بتاع صرع. راح تطلع البطة اللي هي ثلاث ريشات تحت.
مش اتنين بس. وبعدها وقفت ما كملتش. كان بداية الزور عندها وده مش شايف بتحول. ده فين؟ حتشبسوت في الدير البحر. بعد كده جاء منحوته الثالث بدأ يرجع لعمل حتشبسوت بدأ يستغنى عن دي ويرجع لدي. بس برضو حلقة قليلة جدا تمثالين في المتحف المصري. ما تكررش بدل الكلام ده عن منحوته الثالث. وبدأ يرجع تاني وملوك التاليوني باللقب العالي ده. إنما عصر العامسة قلبت الأمور رأسا على عقب. كله بدأ يرجع للبطل بالشكل ده هو. ودي كان السر أو المفتاح اللي خلى نحدد التماثيل التي أعيد تأهيلها من ملوك العامسة للملوك السابقين. أي واحد من العامسة جاء حط إيده على تمثال بنعرف من القصة دي. ليه؟ في تماثيل بالذات بتبقى في المحاريب نفسها. الاقي مثلا الظهر التمثال الحيل. فبالتالي الظهر بتاعه مش هيكون منقوش. صح؟ معلوش راس لان انت هتحيل على طول. ممكن العرش الناحيتين في المنظر بتاع السماوي بتاع الملك بن خلدوش بتاع الملك اسمه هنا واسمه هنا. تمام؟ ده لو مين؟ لو ملك من عصر الاسر 18 مثلا. معروف هيقول لي مثلا السوفيتي فلان الفلاني وصنع فلان الفلاني على اليمين وعلى الشمال وخلصت القصه. او على العرش على الجنبين بتوع العرش هنا وهنا. صح؟ اما يجي واحد من عصر العامسه يعمل ايه بدا؟ لا الكرسي هنا منقوش هنا منقوش ماشي. ممكن يعدي في خربوش حاجه بسيطه من غير ما حد يشوفه. وممكن يعمل ايه كمان؟ يقشط كل الارضيه بالكامل عليها النص على العرش نفسه. وحط النقوش الجديده. بس يجي ورا يعمل ايه بقى؟ في الظهر يحط النص بتاعه بطرق حرفيه وزي ما هو عاوز. ويبدا يرجع للاسلوب الحديث بتاعه الفتره الحديثه اللي حط مين؟ دي. ابص انا الاقي ايه؟ على العرش على الجنبين او على الكتفين بتوع الكرسي الاقي اللقب ده. طب على الظهر الاقي اللقب ده. تيجي ازاي؟ خاصة مع رمسيس الثاني اللي وصل بيه زي ما بقول لك سوري الاجرام يعني ده كان ياخد التمثال ويشيل الطبقه اللي عليها النقش نفسه ويمسك الوش ويعيد نحت الوش من جديد. تمام؟ ويحط اسماء وارقامه من جديد بشكل استحاله تكشفه. صح كده؟ ولذلك التمثال المشهور بتاع الكتب الثالث مصور في معبد الاقصر على بصر كبير كل الخراطيش رمسيس الثاني والنصوص رمسيس الثاني اي نعم الملامح بتاع الوش او الكتب الثالث بس الى حد ما ممكن ايه الناس تقول لك ده ممكن رمسيس الثاني كان ايه الفيصل فيها؟ اللقب بتاع صراحه الكبرى اللي فوق زائد لقب صراع اتكرر بالشكل ده واتكرر بالشكل ده مرتين. ده اللي رجع الشك من اول وجديد قال لا ستوب ده مش رمسيس الثاني. ابدا ادرس من جديد، ادرس الارقام، ادرس الملامح الفنيه، ادرس العناصر الفنيه للفتره بتاعت الملك نفسه، طلع مين؟ او الحطب الثاني. تمام؟ نرجع بقى للقصه اللي احنا بنقول على قصه الاسم الكوري والزهاره بتاعت السلف وجهك القصر. عنصر فني ولينا نبص له بص مرور الكرام كده شويه شرط كده وخلاص صح؟ لكن في الاساس ده عنصر مهم جدا جدا بيخليني اعيد قراءه التاريخ نفسه للاثر من خلال الفن. ليه؟ انا عندي هنا لما عملنا التقسيمه بتاعت السيره دي كلها قسمها مجموعه انواع حوالي اربع انواع. النوع الاول كنا عندنا بس فايل هو عباره عن مستطيل بس وتقل هنا الصقر هنا وبنقول مثلا ايه؟ تاريخ ملي معك مثلا. الطراز الثاني او الطراز الخطوط الرئيسيه اللي بيقول لك الشرط دي ودي موال. ليه بقى؟ انا في عندي الشرط الثلاثيه السيره الثلاثي اللي هو ثلاث شرط اساسيه. بعد كده خد بقى عيد الاستايلات. عندي بقى الرباعي وعندي الخماسي شوف تمام؟ يعني الفرق بين ده وبين ده انه الخط ده كامل هنا هنا مش كامل ده ممسوح هنا ابيض. صح؟ الفرق بين ده وبين ده ان ده في خط افقي واحد بس ان ده في اثنين. مش عايز اخش في التفاصيل انما ده بدا يرجعني ان ارخ من خلال الخطوط دي لفتره كل ملك من الملوك. يعني انا لو عندي مثلا لوحه جنازيه او تمثال او اي بلوكة او عنصر معماري منقوش وعليه الجزء ده بس اقدر اعرف من خلال الجزء ده مين في الملوك من غير ما اعرف الاسم بتاعه.
الحاجات دي كلها يعني كانت استنباط من خلال دراسه التماثيل كلها الملكيه بتاعت كل فتره الدوله الحديثه، اكثر من 123 تمثال اللي طلعوا النتائج كلها. كل الملوك بالكامل. كل ملك ليه الطراز المعين بتاعه، وحتى لو شاركوا في الطراز ده كله بتاع الحقوق الراسيه، كل ملك لعدد معين من الشرط ديت، وحتى لو اتفقوا في عدد معين زي ما كان 4 4 4 يعني كل واحد بيختلف في ميزه معينه عشان يفصل بينه وبين مين؟ الثاني. وده برضو عنصر من العناصر اللي خلتنا نعرف ازاي التماثيل المعاد تأجيلها من اول الدين. تمام؟ نفس القصه كملنا. نيجي هنا الطراز برضه من الطرز الجميله جدا هي الطراز اللي احنا بنسميه اللي هو ايه؟ المركب اللي هو بيمثل لي الواجهه بتاعت القصر بالظبط. يعني مش عايز غير يرسم الابواب بشكل زي ما هو بالشكل ده. تمام؟ زي سطرات. الحاله دي بالتحديد اتكررت مره واحده بس في كل الحضاره المصريه. على تمثال واحد بس لرمسيس الثاني، وكان تمثال اوريجينال مش معاد السلك او مش معاد تغيير اصلا. تمام؟ لما كل الحالات دي والحالات المحفوظه دي كلها اتكررت واستأثر بيها فتره الرعامسه. تمام؟ نيجي برضه من خلال النقوش نفسها الدكتور ياسر بتاعت جوزيف ناقشنا فيها برضه في الخنسو. فمعبد الخنسو المفترض في الفيلا الاولاني متصور عندي الصرح الثاني بتاع معبد الكرنك. الصرح الثاني مين بناه؟ الكرنك. ام حلو. تمام؟ معبد الصاله الاولانيه في معبد الخنسو المفترض اللي عمل كل النقوش بتاعتها هو حريحور. حريحور اسره كامل. جميل. حلو حلو لما عمل الصرح نفسه بتاع الصرح الثاني بتاع حور محب صوره هنا على الجدار بتاعه واداله المنظر اللون الابيض وعمل صور الاعلام بالشكل ده وحط النص بتاعه بتاع التجديد نفسه بتاع الصرح نفسه. حط نص التجديد بتاعه ودي كانت اول مره تشد انتباه الباحثين في الاثار المصريه والمتخصصين بذات الكرنك ان انا عندي كل صرح ليه الاسم بتاعه الخاص بيه. على سبيل المثال كان الصرح ده اسمه ايه؟ لو بصينا في النص مش عارف هنشوف النص معانا اسمه سحج واصل مبيض او منور او مضيء مدينه واصل. وعشان كده الحري حور لما حط نقش الصرح عنده الصرح الثاني اداله كل وايت ووش لون ابيض زي ما حضراتكم شايفينه في الصوره عشان يناسب مين؟ الاسم بتاعه ده اسمه سحج واصل. تمام؟ نفس القصه بالظبط. يبقى اذا انا برضه هنا عملت ايه؟ ما اكتشفت مش خلاص الصرح التاني متصور وخلاص، لا ده انا قعدت قراءة التاريخ نفسه ما بين حور محب وما بين حري حور. المفارقة الظريفة برضه لو احنا بصينا هنا خلينا في الترسيمة عشان الصورة مش واضحة، هلاقي هنا موجود في أربع كتل جرانيت بيتبرد عليها صور الإعلام دي وأربعة الناحية التانية. صح كده؟ لو رحنا على الطبيعة فاكر دكتور عيسى؟ لو رحنا على الطبيعة هنلاقي دول جرانيت ولا دول حجر؟ جيل مختلفين تماما. هل الحجر الجيلي ده اتعمل بعد فتره حري حور ولا حد بعد حري حور اضاف اضافات في الصرح ده ولا حصل في الصرح عمليه ترميم ايام العصر الفرعوني نفسه او في العصر المتاخر؟ احنا لسه مش عارفين، لسه عايز دراسه. انما ثابت في الصوره في المنظر على الطبيعه المفترض اربع كتل من الجرانيت الاحمر دول قاعدين زي ما هم الجرانيت الاحمر لغايه دلوقتي. لو دول راحوا يشوفوهم هتلاقوهم ايه؟ حجر جيل مختلفه تماما. يبقى هنا المفروض ده فن من خلال المنظر ده الصوره دي متصوره والتفريغ بتاعها انا بدات افهم تاريخيا قعدت قراءه الفن نفسه من منظور تاريخي. لسه انا كله ده اسئله عايزه اجوبه. كله اسئله عايزه اجوبه او جديد. تمام؟ الحاجه الثانيه فاكر بسرعه سلام الصوره دي؟ ده برضه الخنزة المفترض ده حري حور بيقدم مسله او بيكرس مسله لامون في الكرنة. مسله ضخمه جدا. شوف حري حور مستوى اهو. شوف المسله لغايه فين؟ لغايه اعلى نقطه للمقصوره بتاعت امون. ومسله لا تقل في ضخامتها في تصوري. لا دخلت في ضخامتها واهميتها عن المسالات بتاعت تقدم مستشفى حتشبسوت لسبب بسيط لان فيها نفس النصوص في هنا مش عارف الصوره ظهر معاكم ولا في نص هنا بالمداد الاسود مكتوب ان حري حور قام بتكريس المساله ديت عشان كذا وكذا وكذا. تمام؟ السؤال
ده فن، انا منظر ممكن اعتبره زي منظر، ما اقول لك مش عارف ما حدش يمسك كراسي مسالتين في المنظر، بس هو مسالتين قاعد هناك كراسي مسالتين مسالتين، بس عشان هم قائمين لا زالوا على ارض الواقع، واحده قائمه منهم انا عارفها. تمام؟ انما انا منظر اهو فن. اه يا سلام الوان حلوه، لا انا مش بتكلم عن الوان، ده فن، اقرا ازاي الفن ده؟ انا عايز اعرف. مسله النص ده كريز من حين حور، طب فين في الكرنك؟ صح؟ انا عايز اعرف فين؟ راحت فين؟ كراسها فين؟ مع العلم ان حين حور اسماء متناسقه، ليه اسماء كثيره جدا متناسقه في الكرنك، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. بالتالي انا عايز اعرف من خلال المنظر ده، طب حين حور لما كرس المسله دي وكراسها فين؟ ده الغرب المقصوره بتاعت امون، المقصوره المقدسه. طب هل كراسها عند القدس الاقداس بتاعت امون؟ طب القدس الاقداس كان حين حور كان فين في الكرنك؟ خد بالك الكرنك وده داخل جدا، صح كده؟ طيب لو في عنده قدس الاقداس، قدس الاقداس كان فين ايام حين حور؟ طيب ماشي، لو حين حور عمل تعديلات في الصرح الثاني زي ما احنا شفنا في الشرح قبل منها، طب هل معنى كده عمل المساله ديت قدام الصرح الثاني خاصه للصرح الثاني؟ لان الصرح الثاني ايام حين حور كان هو واجهه الكرنك نفسه. معايا؟ الصرح الثاني كان هو واجهه معبد الكرنك نفسه. طب هل حين حور حط المسألة دي قدام الصرح الثاني؟ برضه ما احناش عارفين. ده برضه أسئلة كتيرة جدا من خلال منظر زي كده عايزين أجوبة عليها. تمام؟ نيجي برضه جزئية حلوة خالص. طبعا حضراتكم عارفين أكيد طبعا اللي هي البداية استخدام الكريبتوجراف في النصوص في النقوش نفسها والنصوص. الكريبتوجراف معروف للكتابة الكتابة المعمى أو الكتابة المسحورة أو الكتابة السرية أو الكتابة المقموسة. اي ما يكون المسمى. تمام؟ طبعا في عصر العام سبات الملوك يلجوا قصه الكريبتوغراف دهوت. تمام؟ عندي فاهم موجوده كريبتوغراف على البرج البابا البابا السوره والمخرج بتاعها وقصيده فوق الثاني الكريبتوغراف موجود فيه اسماء رمسيس الثالث. طبعا ده المفترض رمسيس الرابع. الكريبتوغراف اللي هو عباره عن ايه؟ بدل ما احط اسم الملك جوه خرطوش واحطه قدام ريسوبيت وصراع ومش عارف ايه الكلام ده كله، قال لك لا انا استخدم اسم الملك بشكل طلسمي او بشكل كتابه لا تفهم او لا تقرا للعامه، ولكن يقراها فقط الكاهن القائم على الخدمه للملك مثلا، او تقراها روح الملك، او يقراها الملك بنفسه في العالم الاخر لان ما حدش يقراها، بحيث انا بص شويه مناظر ده واحد قاعد مثلا بص عليه واحد قاعد وماسك معاه واحد قاعد ماسك معاه قدامه هو خلص الكلام، لكن لا لو انا بصيت في المنظر على سبيل المثال انا هنشوف ده في كرسي شمس رائع قلم حكار صح كده؟ وفي ماعز صح؟ وفي ست بام لا يبقى القصه مش قصه منظر وخلاص او قصه لعب بالعلامات وخلاص ولا قصه زخارف، وخاصه ان ده كله بيبقى في اعلى نقطه في العتبه بيعمله حوالين الشرايين كلها حوالين الصاله كلها زي الزخارف بنشوفها مكرره مكرره مكرره، لكن لما اجي اقرا اقول ايه؟ حكار ماعد صح؟ راح ستب ان امون ده باسم مين؟ رمسيس الرابع صح؟ ده باسم التتويج. نشوف اسم الملاك نفس القصه ده هنا اصبح هنا هنا بدل ما هو ملك وبيكلم نفسه عن راح اصبح هنا طفل بضفيره صح؟ والطفل ده من ضمن قراءته مس برضه ده دي اجراء مسس الاثنين لسه اهي راح مسس ولا علامة المد المجرى ما بيري أمون صح كده؟ يبقى أصبح القصة تلاعب بالإيكونوغراف نفسه بالعلامات التصويرية في شكل منظر لكن الديني في سريته أو في تنظيمته معنى محدد لاسم الملك نفسه. استغنى عن الخرطوش، استغنى عن قصة الألقاب وحط اسم الملك في الإطار اللي حضرتكم شايفينه ده كنوع زخرفي لكل الاعتاب بتاعت الجدران نفسها اللي فوق اللي في المقاصير نفسها وفي الصراف الافنيه بتاعت المعبد تمام بشكل زخرفي زخرفي بشكل اسطمبه مكرره لكن في نهايه اسم الملك داخل كلها الكتابه الكريبتوغراف الكتابه المقدسه نفس القصه مفترض رمسيس الرابع بيقدم ايه هنا؟ الشكل العام بيقدم ماعز صح كده؟ انما مش بيقدم ماعز ولا حاجه بالعكس ده برضه بيقدم اسمه لان اهو ده مين ده؟ ده ماعز بريشة الخيط وحاليا منها ايه؟ راع وماعز ماسك ايه؟ الحكار حكار ماعز راع صح كده؟
الشكل الظاهري انه بيقدم معهد، لا بس مش بيقدم معهد، ده بيقدم اسمه. وهنا اقوم برد عليه ايه كمان، خدوا بالكم، ده بيحط علامه العنخ للاسم نفسه، بيعطي الحال مين لاسم الملك، لان الاسم برضه جزء من، احنا خلاص عرفنا ان المفروض الماهيه البشريه مكونه من خمس اشياء، من اولها الاسم، صح الكلام الرن صح. فالمفروض هنا امور بيدي الحياه للرن بتاع الملك نفسه، صح كده؟ دي عنك اللي بتبقى موجوده في اخر الجمله، اخر الخطوش بتبقى مين، دي عنك مكتوبه على الاقل زي يعني زي كده. لا دي حاجه انت بتتكلم عن النهايه بتاعت صيغه لا بتاعت جمله، جمله كتابيه، جمله يعني نص، انما ده منظر، ده بيدي الحياه للاسم نفسه بتاع الملك، الملك بيقدم اسمه، ده الاسم جزء من الملك نفسه، فاهم ازاي؟ بدليل في هابو مثلا، في شرفه التجلي في الصلاه العالميه اللي على شمالك كنت داخل من ناحيه اللي بتربط بين القصر الملكي وبين هابو، لو بصيت في الارضيه هتلاقي في خرطوشين لرمسيس الثالث في الارض منحوتين، ايه معناهم؟ قال لك رمسيس الثالث لما بيشارك في الاحتفالات في هابو المفترض بيطلع من شرفه التجلي وبيتفرج على الاحتفالات وبيشارك في الاحتفالات بنفسه، صح كده؟ قال طب هل الملك بيفضل طلع الاحتفال ممكن يكون له خمس ست ساعات، الملك يفضل واقف عليه خمس ست ساعات؟ قال لك لا، قال لك هو الاسم بتاع الملك المنحوت ده بينوب عن الملك او بيستعاض عن الملك نفسه بالاسم ده، وكان الملك نفسه اسمه موجود، كانه موجود بيشارك فين؟ في الاحتفالات نفسها. تمام؟ نرجع لجزئيه مهمه جدا، احنا اتكلمنا في الفن بدرا يعني ازاي قراءه الفن سواء في المناظر في النصوص في التماثيل في الفن نفسه. هنا جزئيه مهمه جدا، ازاي اقرا الفن من خلال الكتب الدينيه نفسها. معروف الكتب الدينيه دي من الحاجات اللي يعني اثرت اهتمام ناس كثيره جدا جدا، ولغايه دلوقتي ابحاث كثيره اتعملت لسه ما اشفتش غليل العلماء الاثار فيها. هو ده حسين في الديانه. ده منظر المقبره عندنا في الغرب مش مشهوره رقم 33 بادي من اوبل. المقبره دي الجدران فيها خلطه من الكتب الدينيه. انا معروف ممكن اقول لك كتاب البوابات، كتاب المدوات من الناحيه الثانيه، كتاب الموتى مش عارف ايه، كتاب الطريق ايه مش عارف ايه، صح كده؟ كل كتاب مستقل لوحده. في المقبره دي الراجل عمل العكس تماما. عمل ايه؟ الجدار الواحد حط فيه خلطه من الليتي نفرا، من كتاب الليل، من كتاب البوابات. ليه بقى؟ قال لك كتاب البوابات كده كده بيبحث في الرحله الليليه بتاعت الاهرام. وكتاب الليل هو نفس القصه. الليتي نفرا ده عباره عن مجموعه تراتيب وترانيم بتصلوات بتتقدم لمين؟ للعالم الاخر، الاهرام نفسه. تمام؟ لها الشمس. عفوا انا قلت عالم اخر بس مش عالم اخر. فهنا الراجل عمل ازاي؟ لما بدا يفصل الكتب الدينيه بدا ياخد الساعه البوابه الاولى من كتاب البوابات اللي هي للاسف جزء متكسر منها، وادي جزء المنظر تحت اهو، وبدا ياخد ساعة من كتاب الليل اهي، حضور من هنا لغاية هنا، ونفس المنظر ده مكمل المنظر ده، تاني الاثنين بيبحثوا في الرحلة الليلية بتاعت الهراء، وبدأ يحطوا قدامهم ترنيمة أو ليتني أوف راع واحدة، نفس القصة، هلاقي ليتني أوف راع مواجهة، المنظر بتاعها مواجه للمناظر بتاعت مين؟ كتاب الليل وكتاب البوابة، بحيث لما أقرأ النص اللي فوق ألاقي نص لساعة واحدة بس، لخلطة واحدة بس، اللي بيها واحدة اثنين ثلاثة كلهم يعتبروا ديفيجن واحد. اللي بعده هنا بدأت ايه؟ بالبوابات، ثم الليل، ثم ليلة الفراع، يبدأ عند البوابات، ليل، ليلة الفراع، من أول الجدار لغاية آخر، في الآخر هناك عند ال 12 ساعة بتوع الليل على نفس الجدار، جنبهم 12 ليلة الفراع، جنبهم 12 بوابة. وكلهم مكملين لبعض بنفس النصوص وبنفس المناظر. قال لك ليه؟ أو ده فن، اللي احنا بنقول ده فن. فكك الكتب الدينية وفكك الساعات والفصول بتاعتها وبدأ نولفها على بعض. جبت صابونة من مش عارف من فين، وجبت ترس مش عارف مين، وجبت مسؤول رقم رب ابتدى اشتغله. صح كده؟ لما بدأوا علماء الديانة يفكروا في القصة دي، طب غريبة، طب ليه بيفكك الكتب الدينية؟ وبيخلي شابتر مع شابتر وساعة مع ساعة وحاجة مش عارف ايه. قال لك الفكرة بسيطة جدا. انا نفسي عجبتني،
ولذلك ده واحد من اساتذتنا المصريين الدكتور عادل الضغي جاب وده اللي عجبه انه بدا فعلا يريد قراءه الحضاره بفكر ان احنا قال ايه الراجل قال لك احنا كمسلمين مثلا ما هو المفروض الكتب الدينيه بتتعمل في المقبره هدفها ايه؟ خدمه المتوفى في العالم الاخر قال لك احنا كمسلمين مثلا اما اروح ازور القبور قال لك مثلا عمر هيروح هيقرا الفاتحه لفلان لا دكتور عبد السلام ده هيقرا الفاتحه وقل هو الله احد دكتور عبد السلام ده هيقرا مثلا سوره ياسين والفاتحه صح كده؟ كل واحد على حسب ما هو حافظ او حسب ما هو عايز يقرا هيقرا هل معنى كده ان انت في اسطمبه لازم تقرا ياسين وتقرا الفاتحه بس يا اما تقراها كلها ما تنفعش؟ طبعا لا صح؟ قال لك على حسب ما انت بتدعو انت في النهايه هدفك ايه؟ ان الدعاء او القراءه يستفيد منها مين؟ المتوفى. قال لك نفس القصه بالظبط، قال لك ده عمل توليفه برضه. هدى قال لك طالما الكل بيخدم المتوفى والكل الكتب دي بتبحث في رحله العالم الاخر بالليل يجازي الهدف واحد. يعني ما عنديش مانع وخاصه ان المناظر كلها متراكبه مع بعضيها والنصوص متراصه مع بعضيها في سياق واحد ما فيش اي اختلاف. ده برضه من خلال ايه؟ ما دي حته فنيه وده فن. ما انا برضه قريت الديانه من خلال الفن اللي اتخصصت به الديانه في الجزئيه دي. تمام؟ اخر جزء عايز اختم بيها بحضراتكم واتمنى ما اخش ضغط عليكم، عايز اطلع شويه على الفلك فوق. طبعا حضراتكم عارفين المنظر ده من فين؟ يا رب السياده تعمل ايه النهار؟ صح يا دكتور عيسان؟ طبعا معروف ان الاله لوط ليه الاله لوط متصوره؟ معروف ان الاله لوط المفروض هي ام الاله راع للتالي براع ده في الاساس. تمام؟ وليه بشكل وشكل السيده بشكل انثوي موجود دلوقتي وبتصور بشكل زي ما حضراتكم عارفين ده الليل ده النهار. تمام؟ لو بصينا ادي نون ورانا منظر بالشكل ده. احدث دراسه فلكيه اتعملت وكانت بتبحث ليه المصري القديم صور نور بالشكل ده، دراعات كده ورجلين كده وبطن بالشكل ده. ربطوها بالفلك. لما تربط بالفلك راح تطلع النتيجه دي. دي منظر السماء في القاهره الساعة 5:45 دقيقة صباحا قبل طلوع الشمس بالظبط في لحظة شروق النجوم لسه النجوم ايه موجودة في السماء. عملوا عملية رصد لمجرة درب اللبانة أو درب الدبانة زي ما يكون مسمى إذا شئتم من سماء القاهرة نفسها فإداني المجرة كلها بالشكل ده بالكامل وإداني التالي. أول حاجة ليه احنا بنقول نوت عشان اصلا المصري القديم من بدايه عصر الاسرات نظر لإله السماء بشكل انثوي وكان في مجموعه نجوم اسمها السيجنوس موجوده على كوكبه الدجاجه دي كان اول مظهر انثوي من عصور ما قبل الاسرات كان المصري القديم مهتم بيه وكان بيرمز لنوت بيبص لنوت على انها شكل انثوي ثم تطور بعد كده المنظر بدا يخش طبعا من الرجلين بالشكل ده عمليه الرصد نفسها للبادي للدراعات للهيد بتاعتها وبدا يخش كل ياخد كل مجموعه الابراج اللي في السماء اللي هي اللي زي اسمه ايه اللي احنا بنقول عليه القوس والابراج المعروفه في السماء بالتشكيلات بتاعتها فاداني نفس التشكيل بالشكل ده الراس اللي كانت اسمها مجموعه النجوم اسمها جني تمام لغايه السيجنوس اللي هو ايه الفرج نفسه لما ربط الرسمه دي او التصور الفلكي ده العمل مع نوت ده نفس القصه اداني فعلا الشكل الانثوي بتاع السيجنوس كوكب الدجاجه فعلا مناظر لمنطقه الفرج نفسها والجزء الانثوي في مين؟ في نوت فبالتالي جالك بالفلك من خلال الرصد الفلكي والدراسه دي اعتقد اتعملت في سنه 96 الساعة 5:45 بالظبط اترصدت مجموعة النجوم المكونة العامة لدرب اللبانة واترصدت من خلالها الحركة بتاعت النور نفسها فاداني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالتصور ده. برضه نفس القصة إعادة القراءة الفني من خلال الفلك من خلال الديانة. أتمنى أن أكون على حضراتكم.